Sorry, gotta check. فجر تليبورتر والله كانت حركة مرة حلوة. رجع النت يا أحمد. رجع النت. هذا أنا بدي يشوفون الناس. أي نسي. كم كانت هين؟ واحد واحد. واحد واحد. يبون يوم ولا شباب؟ صراحة روي كان فايز ما ادري ايش غير اصلا صراحة. المعذرة شباب بس فصل علينا النت. ياب مات يا اخي جاب باكيك قاعد يذبح فالكو مره بدري. الفرق بين كروم وروي ما الفرق بين كروم وروي ان روي عنده سويت سبوت في السيف جوا قريب منه وكروم ما عنده سويت سبوت كله سويت سار سبوت كله نفس الشيء. فالممتاز في كروم هو الكونسستنسي لانك دائما تجيب السيف حقك الضربه حقتك تجي قويه مهما طقيتها من اي اتجاه. بس روي اذا كنت ضربتها بطرف السيف تصير مره ضعيفه. بس هو يعتبر ايكو فايتر صح؟ يا ايكو فايتر. بس الفرق الوحيد بينهم ان هذا الشيء بينهم وبلس الابي حقته مختلفه. بس يعني روي اذا سويت السويت سبوت يصير مره قوي سار سبوت مره زباله فذاتس واي. بس يعني كروم احسن كروم افضل من ناحيه كونسستنسي مره احسن وبعدين سيف اطول كروم كروم سيف اطول يس او نايس كومبو نايس كومبو ها فصول شوي الحين بعد لا تشاطك اياه تنخلص بس الجيم وراك اياه ها اوه نايس 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 حلو حلو لقط لابي لان ابي حقت روي ما هي ما تمسك لج على طول تقطع عليها تو فريم بسهوله يا عمي طق جاب بعدين طق جاب مره ثانيه وطق باكير انه لان شو اسمه ذا جوزي تحاول ينقز يسوي فول هوب بس انه لقى لقطه الفول هوب من الجاب نايس كونتر سلام اب ثرو اب اير حلوه حلوه سلام عليك اوه حلوه الباك اير ممتازه اوه كان بيشيل والله اوه لا لسه عايش والله اوكي اوه كانت قريبة مرة صراحة ها قلت والله شجاع سبوتات جاب تتسونا اوه اي ثينك ذاتس ات ياب 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 واحد واحد واثنين واحد اثنين اثنين واحد اسف صح فاز على سنيك اي اي اوكي يا اخي المفروض زوزف ما يغير روي صراحة كان مرة احسن يوم جربت الغوريلا ما توصل الدمج 200 وما مات يس ما يموت عيش للابد دونكي كونغ يعيش للابد فيعه الفيديو ذاك والله ضحكني شو اسمه الهيفيز ما يرحمهم اوه فرعون على الشات اهلا فرعون اهلا فرعون قاعد يشجع زوزف اسطوره اسطوره والله كان ناكسيني اليوم كلمته والله قال لي مسامح يرجع بالسلامة إن شاء الله أوه سلام ألو طبعا بوتنشلي هذه اذا فاز فيها جوجيتا نسوي براكت ريست واذا فاز زوزف اوه حلوه 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 طبعا هذا شيء مره مهم تعرف الماتش اب ان الاب حقت كروم ما حقت روي ما تمسك لج على طول فتقدر تسوي لها ما هي تو فريم اكثر من تو فريم حتى تصير
اوه بغى يموت. سلام. هذا بعد البف السيد بي حقت فالكو صارت تسوي كومبو. سلام. اوه اوه ايه ها ها يمين يسار يمين يس. اوه انتبه اوه هذي بتعور هذي بتعور راح من جهة لجهة عمي يسوى عليه تور السماشفل تور حول السماشفل برعاية زوزف. انتبه اوه مرة ثانية حذر يلعب بالنار تحرق اصابيعك. اوه ماي جاد يخوف روي. اوكي انا نحش من الستيشن رجعنا للنيوترال عشان نرجع للنيوترال الحين قاعد يسوي على اشقاب مات نايس. اوه لقت الرول الممتازه بابتلت ابتلت اب اير لا ما تذبح الحين 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 فاكو بيستراجلز فاكو الحين استراجلز لانه يحتاج يخلصها بروك بروك الموف اسمعش نو اوكي اوكي سايد بي انت سود دوج زون سماش ما نفعت زوز ماسك شيلد والله زياد قاعد يجدع الحين يحاول يجيب الكل مو قادر هو لان هذه مشكله فاكو اساسيه لما يعدي البرسنت معين ما عاد يقدر يسوي شيء خلاص فيقوم يجدع اشياء يحاول يجيبها وحتى المسكين ما عنده كل فرو ذات هيز ايشو بعد نايس طبعا فل فل ريج ضرب جاي تذبح يس ما قلت لك فالكو مو قادر مو قادر يس 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 الماتش الاخير اللي بينهم حيكون في باتل فيلد وحنختم البطوله اليوم والله بالتوفيق هي بوتنشل يا ريست يا زوزف ياخذ اول بطوله له في رياض سماش اعتقد قاعد يقول يا رب زوزف ليه متحمس والله مبدع للامانه زياد قد جاب الاول على بطولات اي قد جاب كثير والله زوزف والله نايس نايس حلوه اب تلت اب اير اب اير باك اير ما اشتغلت اوكي نو مايند اوكي بانش لابي حقت روي بطيئه جدا الاكتيفيشن حقها هي يعني يعتبر امر بدري لكن يطلع الهيت بوكس متاخر اعتقد فريم 12 او فريم 13 اوبا والله يا زول 2-2 اخر ماتش اوكي في هاو هاو بس ما اشتغلت ونايس تراك داون حلوه هذه ولا كريت صح بس انه غلط بالتنفيذ اوه هذا كان هذا كان التور حول باتل فيلد برعايه اسمه ذا جوجيتا وانش سلام يعني داون هير انتو باك هير ذاتس ذا ثينج حلو والله نايس سحب على ام الضربه حقت سوى سوبر امر ثروت اوه كان يستنى الرول بس ما لقطها اوب 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 اه لسه عايش 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 عاش كان ممكن لو لمسه لمسه واحده بس جوجيتا كان هذا طبعا زوزف قد سوى مو بغريب عليها الكمباكات يقدر يسوي لنا كمباك خصوصا معاه روي يبدا بس كم واحد لا اوكي نيفر مايند سلام حلو دروب داون من اللج من البلاتفورم ايوه بدايه الغيث قطره ها لا اوكي نيفر مايند حلوة سلام الدمج وهذه حتحور لكن زياد لسه عنده فرق ستوك يقدر يسوي اشياء
نايس حلوه حلوه طاقه شفت طاقه دانيل راح الجهه الثانيه عشان ما يبيت بنش وبنش لا نيفر مايند يلا سحبه سلام باكير لا نيفر مايند اوكي بزيد باكير جهه البلاتفورم جهه البلاتفورم اللي ليش يذبحه كان مره حلو من زياد السلام عليك نفس الشيء لقب 50 مره بالرول كوم باك بيدك يا زوزو كوم باك بيدك يحتاج بس حبه تور وخلاص او 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 باكير هذا فيك سؤال لسه 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 الله والله لا مات 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 3 2 براكت ريسيت وانتهى البطوله بفوز تونا تونا وين رايح وين رايح وين رايح قاعدين كنا قاعدين معليش معليش يس لازم عشان الشباب اللي قاعدين في الشات متحمسين واضح انهم متحمسين جلاديون الاسطوره قاعد جلاديون ذا جريت بروح الحمام دقيقه واحده تروح الحمام عبد الكريم مشى فانا الحين موجود اي كيوب علقنا لكم الجيم هذا كميه لو افتلت اللي شفتها من روي الست الاول كانت مش طبيعيه يعني كان تقريبا معظم الكلز قاعد يجيبها بالافتر حقتها ومعظم الكلز فالكو كانت من افتلت تباكير كان من ست اوف بس يعني كل الاثنين قاعد يسوي ست اوف مره حلو ومره ريلايبل ويذبح يعني غير انه لعبهم كان يعني يسوون سيت اب لل شو اسمه يسوون كونديشننج عشان يسوون السيت اب هذا يعني يخليك تخاف كثير تهرب من اشياء كثير ثانيه غيرها في تضطر انك تلعب السيت اب هذا حلوه الداون اير من زياد رجع الجيم له مره ايفن الحين ما في اي وانا قاعد اقول انه مره ايفن بينهم وهذا هو سوى الكامبو اخذوا 60% زياد الكامبو فاتني فاتك داونير واسمه افتلت داونير افتلت افتلت صارت مليون مره ما عاد تفوت لي خلاص كانت نوتر بي اوكي ما جديده كانت ما عنده جمب ترى مره يخوف روي هو قاعد يصارخ عليكم اقسم بالله روي يضارب مع اشباح جوست باستر اوه نايس اوه ذاتس ات حلو 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 سيت اب مره حلو هذا تدري لو اب ايرت فالكو تذبح ابكر شوي بيصير مره استهبال الاب تلت اب اير لان اب اير حقت فالكو ما تذبح مره متاخر فانت لازم تضرب اب تلت باكر اب تلت باكر ما تشتغل ما تشتغل على الهايبر سنة يس لانه مو مسريع كفايه اوه ذات ات يب اعتقد لو ابتلت مع الفير تشبك ولا لا هذا السؤال لان فير ممكن تكون كل كونفيرم حلو بعد هي تشبك بس المشكله انه انت عاده لما تسوي ابتلت تكون ميد ستيج يا ما راح تسوي فير يا فهمت عليك صعب انك تذبح فيها ولا هي تشبك زي الباك اذا صوتنا عالي قولونا سكريم ايش سكريم حقت ال يا هو ان شاء الله مستنسين في الستريم
اوكي الحين تقدم صار لمصلحه كوجيتا, قدر انه يرجع الجيم حق الاول, بعدين يتقدم فرق جيم اللي هو سوري الست الاول انه يسوي الريست, بعدين يتقدم فرق جيم. ف ليتس سي اذا كان عند زوزو فراي ثاني ولا كوجيتا بيكملها. ايش 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 يصير؟ اه قاعد يلعبون فاينل ديستنيشن على باتل فيلد. اه ايه عشان زياد ايه زياد عنده مشكله مع فاينل ديستنيشن, ترجع عيونه والله ينفجر بسماش من كم من 80 ستيج بعد كذا. هذه 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 القصة الست هذا, زياد يسوي كومبو بعدين يجي زوزف ويعطيه كياس سبايك ولا شيء. اوه لو 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 سوى اوفر اكستنشن تقول عنه يس اوفر اكستنشن واكل عليه ساد بي ويا باش نيفر مايند. الحين شو اسمه الفيلم يقول لك اسمه اوه حلوه طلع طلعت ابير معاه صح؟ يا ابير يا باكر ما عندي هو طلع ضربه كذا على السريع وين فريم كذا هيدبوت. هي لان الابير بس هي سريع ما توقع باكير ما عندي يسوي باكير الابير حقته في حق روي فريم 5 وش مره سريع وبلش لا 1-0 لجوجيتا. فانا لو 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 جوجيتا اخذها اليوم بيصير ذا ريل توكي اخذها مو مو توكي هذا تقليد توكي تقليد طلع على المركز الرابع وين صحيح توكي مشى اتوقع سحب جائزته يلا فري ماني فرص اه ممكن ما كان داري ان الرابع ياخذ خلاص ما نعلمه يسحب عليه اجريد انا بروح اسويها لما لما تبدا مليان انا بروحها اوكي في بانش في بانش يب سلام نايس نايس حلو حلو بانش اعتقد في بانش الحين اوه دش تاك كان ممكن يكون ماتش اقوى اتوقع داون تلت لا بوينت نير تونا بدري عنده جمب يس اوه لا 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 قاعد يحاول يرجع والله شو قاعد يرجع اوه السلام عليك حلوه وات 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 ايش صار اوه ايش صار ايش صار وات هابند قاعد اسمع عملي من هناك قاعد يصارخ علي فوكس ما ادري ليش قاعد فياز علي I believe Joseph you can do it رجعنا الجيم الجيم عندنا الحين ممكن يحسم خان كم قدم وضع الجيم الجيم الثالث في الست الثاني من الجراند فاينل هذا ايذر هيكون اللاست جيم او اذا زوزف طبعا قدر انه يسوي يرجع ياخذ الكومبوجر حقه ويرجع للجيم ممكن يوصلنا لجيم نمبر 4 جيم نمبر 5 بوتنشلي حاليا احنا في جيم نمبر 3 ليتس سي اب ثرو انتو اب اير لا لسه عايش تاون سيتي مرحله كبيره مره ايش تقول احمد بس اوه تقول لك على الفير اللي هو الاجقار بالفير مره كويس على روي لانه يسوي له حتى سوى معاك لانك ينزل تحت على سيمي سبايك نير بعد نفس الحاله اجين سحب النير بعد معاك يس يس كم مره قريب قلت يس يس اوبا وحلو السلام عليك وايت 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 ذات سمثينج حلوه حلوه
هذه بتخوف. لا لا يا عيني فجر وجهه. كان ما يحتاج اسوي لك حتى البنش حق يس ما بنش البنش اللي بعده. اوكي هذه ابي مره ثانيه تو ماتش. سلام داون اير اب تلت داون اير اب تلت. سلام سلام يا عمي قالوا صلحوها بس ما صلحوها واضح انه ما صلحوها. صلحونا ايش بالضبط؟ الاب سماش حقت فالكو. قال صارت تقولون صارت تشتغل باكر. لا لسه عايش عايش ناس دياي امبيكابل دياي صراحه دياي ممتاز. هذه فيك نيوز زي ما قالوا انه حق سام. يس يس من جد فيك نيوز. اي ون ذا الكشن. يس دونت اسك مي اسك تشاينا. اوكي بانش اب تلت اب اير اب تلت. ويت ايش كيف يفكر يسوي؟ يبغى يسوي جاب باكر لسه عايش. حلو الكفر من شو اسمه هذا جوجيتا انه ينزل تحت كثير بحيث انه ما يقدر يسوي له ايج جارد. افتلت حلوه تبى نضيع الاتاك على اليسار. يس خذ لك افتلت اب ثرو داون اير اوبا. حلوه تو اقرب صاحي. اوكي بانش لا اوكي لسه عايش. اوه الباب تلت جاي ممكن تكون ذا ممكن. سلام لقطة جمب. ويت ها في شيء لسه ابي رجع لسيج. اوه حلوه سام سماش. اوه ماي جاد ام سماش غطت الجمب الى الستيج واخذ فيها البطوله. جوجيتا للبانش حق الجامب انتو ذا ستيج نير حقت زوزف. هارد لك زوزف المركز الثاني ريسبكتبل سكند بليس ما شاء الله تبارك الله على المركز الثاني. المركز الاول من مصلحه جوجيتا او ريل توكي. توكي اليوم ما اخذ الاول بس ريل توكي هو اللي اخذ الاول. جي جيز الجوجيتا هارد لك طبعا والله جي جيز حتى لزوزف. جي جيز شو اسمه ابوش المركز الثالث. والمركز الرابع اخذه مين ست اسف توكي. توكي تكبر يا شباب كلكم قاعد تفرجون لسه احنا ما خلصنا. انا خلصت لاني انا ما افهم شيء في ملي. انا ما اجي بقول لكم ان ملي فوكس توب تير بس اللي انا اعرفه. وابو سعود مره نصاب ما شاء الله عليه يسوي خزعبلات. لكن ما شفته يلعب باليد حسيت انه يسوي سحر وشعوذه. فانا بترككم الان الى الجراند فاينل حق ملي بتوين ابو سعود ومين ابو سعود ومين عطنا ما تعرف ابو سعود واعتقد جيرتكس جراند سندوكس ها ابو سعود وسندوكس على ملي جراند فاينل حيجيكم الان. تفضلوا يس ملي تورنمنت كانت سايد ايفنت بس احنا لعبناها اون ذا سايد كله اوف لاين اوف ستريم بس بعطيكم الجراند فاينل اون ستريم. ابو سعود وينر سايد سندوكس لوزر سايد. شوي وجونكم خليكم معنا.
سندوكس طبعا هذول كانوا عداوه اي هذول اللي كل كان متوقع انهم يوصلون توب 2 من احسن اللعيبه اللي عندنا في الرياض يلعبون ميلي وفي الخليج ابو سعود ما ادري اذا سندوكس طلع او لعب مع اي شخص برا انا اللي اعرفه انه ابو سعود اصلا ما يلعب فالكو المفروض انه يلعب معروف عنه انه يلعب ايش كان اسمه فوكس الفضاء الثاني ما اشوف انا سريع مره اللعبه انت لما تتابع اللعبه تحسوا انها ابطا يعني ولا لما تلعبها لا بس شفت يعني هذا شيء مره رهيب في اللعبه لانه ميلي الموفمنتس اللي انت تسويها مره كثير في الثانيه تسوي اشياء مره كثير ويعني زي لو تلاحظ الابي حقته سوالها اوتو كانسل عن طريق لما لمس البلاتفورم سواها بزاويه معينه عشان يقدر يسوي لها كانسل اتوقع ان هذه فريماتها اقل يا طالع احنا قاعدين تطلع لنا 30 فريم للاسف يس فتحسب هذا البطء ممكن حلوة الفانتوم شيلد اتوقع اسمه يا رب يكون صح تقدر انك ما تسوي شيلد كامل تضغط الشيلد على خفيف يصير شيلدك اكبر لكن يصير ايش اسمه ويكر او سوى سدي بالغلط هذا معناته وان مور زنزلنا فزان زميتر اي هذا اوفرول من يوم ما بدا السجن ولا من اول ما بدينا بطولات في المكتب الجديد وصلنا 91 ان شاء الله نوصل 100 قريب ان شاء الله بسوي احتفال انا ناوي اني اسوي شيء لثامر على الاقل طبعا نقول اليوم بدعايه لبيت الشورما ليش؟ لانه ما حد سوى طيب بس ما هم راعين البطوله ايش؟ سلام تمام طبعا مقلوب عندنا شيء يعني صاير احنا يعني داخل فاكسة بين الفروق يعني حاول يمتبه بس مستعب فهمت علي؟ مو بأنا اللي قاعد طاق معه أتوقع أنه ثامر اللي كان قاعد طاق معه 1-0 لأبو سعود أوكي يلعبون فور ستوكس لأن الستوكس تمشي بسرعة فلو تلعب 3 ستوكس تخلص مرة بسرعة الأيام سلام الحمد لله تبي تعلق عندنا؟ تعلق على المباراة؟ ايه خذ راحتك خلني بس اخلص من هذه واجيب الشيء حلو في لو تلاحظ قاعد يسوون الداون جيم اللي هي الشاين او الرفلكتر اللي تسميه نينتندو يسمونه رفلكتر على ما اعتقد الفكره منها انه هو اصلا الضربه اذا واحد طلق عليك شيء بروجكتايل مثل الى اخره اي بروجكتايل في اللعبه تقدر تسوي له رفلكت عن طريق تضغط داون جيم فالفكره العامه انه المفروض انك تستخدمه عشان تطق مع او ترد الطلقات حقت الضغط مو عشان تضربه فيه اوه فاين فاين
اي فهنا الاستخدام اللي احنا قاعدين نستخدمه ما هو بالانتند من اللعبه، هو من الاساس هذا هو الرفلكتر ما هو انا اتاكينج موف. بس شوي كويس في الرفلكتر ليش يستخدموه كثير. احنا اصلا عندنا من الوينرز جاي ابو سعود، هذا ممكن يكون لاست جيم ويكون خلصنا البطوله. زي ما قلت الفكره اشياء هذه ما كانت تثبت يعني في اللعبه حاولت تسوي بس ما بخاف يعني. هو ما في اتوقع ولا موف قاعد يستخدمه ولا انتد واي يعني، هو كل الموفز يوزد يوزد رونج لي، لكن في الاخير قاعد يستخدمه بالشيء الاكثر فائده. هذا الشيء الحلو في اللعبه يعني، عندك الدومبي حقتهم اللي هي الرفلكتر او الشاين تقدر تكنسلها بانك تسوي جمب، لان هي تطلع مره بسرعه تطلع فريم 1 تقدر تسوي لها جمب كانسلينج، تقدر تضرب الرفلكتر تسوي كانسل لها وبعدين تسوي كامبو منها. هذا عن طريق فالكو تسوي كامبوز من اشياء ثانيه، بينما فوكس لان الشاين حقه ينزلهم على تحت الزاويه حقته اكثر من هي على فوق. لو تلاحظ هنا اذا يسوي رفلكت يطلعون يطلعون فوق يسوي كمبو لهم من فوق زي قبل شوي. ايوه ايوه الحلو فيها انه يقدر يكنسلونها ويسوون كمبوز منها عن طريق الجمب، بينما فوكس يكنسلها بعدين يسوي ويف لاند بعدين يسوي واحد ثاني ويسوي كومبو منها، لانه هو اذا الزاويه حقته تنزلك على تحت في الارض فانت تجلس في الارض يسوي داون بي ينقز ينزل مره ثانيه تحت يسوي داون بي ثاني فيكمل معك يمشيك من حافه الستيج للحافه الثانيه وبعدين يسوي لك فينشر موف. ما ادري ايش الفينشرز عاده يعني تكون، بس اتوقع سماش هي افضل الفينشر. فشيء مره حلو انه من شيء مفروض انه ما كان موجود في اللعبه الى شيء مره يوز وصار من الميتا الاساس حق الشخصيه في اللعبه، شيء مره حلو. في رجال كذا قاعد يعني الشيء المهم انها ما تستعمل زي كذا مرة رهيبة بشكل عام. عندك يا ربي ايش كان اسمها ويف لاندينج، يسوي اير دوج على الارض ويصير ما عليها لاك فيقدر يسوي منها اشياء ثانية، يقدر يكمل كامبوات ما هي موجودة في اللعبة زي قبل شوي سوى ويف لاند عليه عشان يقدر يسوي دومبي مرة ثانية ويسوي يكمل الكامبو حقه. فاشياء زي كذا حلوة الواحد يعني ما يكون عارفها او ما يكون متوقعها، فالشيء هذه رهيبة. بطولة 3-0 ابو سعود في الوينر، ما نزل اللوزر يعني ما نزل اللوزر، ما توقع خسر جيم في حتى في الوينرز. واو ايه ما خسر ولا جيم من البطولة هذه ما شاء الله عليه.
هذا اوفر لسندوكس ومبروك لابو سعود. ثواني نشوفكم ان شاء الله في البطولات الجايه. عندنا الشهر الجاي الجدول موجود في تويتر، بيكون فيها عندنا ايش كان اسمها يا ربي، انمي فايتنج جيمز بدايه الشهر، وبيكون في تكن وسماش ثرو اوت الشهر. بدايه الشهر الجاي راح يكون في سيت فايتر 4 سيت فايتر 5 نفس اليوم كمان، يعني من الخطط ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله البطولات الجايه، وشكرا على المتابعه، اتمنى انكم استمتعتوا.